الرئيس السيسي يوجه بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى. مدبولي يبحث مع اللجنة الوزارية الاقتصادية موقف المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية. بسبب زيارة بيلوسي الصين تبدأ عمليات عسكرية محددة الهدف في تايوان. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. وفي اجتماع آخر تبع الرئيس السيسي الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية، حيث وجه بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر. وقد قام السيد وزير قطاع الأعمال العام في هذا الإطار بعرض جهود إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، حيث سيقع على مساحة 62 ألف متر مربع، وسيضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبريات الشركات العالمية، كما أنه سيتعامل مع كافة أنواع الأقطان خاصة القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية. كما تم عرض جهود وزارة قطاع الأعمال العام في تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق والبيع وإدارة سلاسل الإمداد لكافة منتجات الشركات في قطاع القطن والغزل والنسيج والملابس، حيث اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان إيجيبشن كوتون. كما تم استعراض جهود وزارة قطاع الأعمال في ميكنة منظومة تجارة الأقطان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، وصولا إلى تعميمها مؤخرا على كافة المحافظات، بما في ذلك تطوير نظام مميكن لتنفيذ المزايدات على الأقطان المصرية بالتعاون مع بورصة السلع المصرية، بما يضمن حسن الأداء وجودة التنفيذ. وقد وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري لسابق عهده، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا المجال، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، خاصة أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية ولتعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على جهود تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية الخاصة بالمنشآت والاستادات والصالات وملاعب التدريب وأماكن الإعاشة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة للمطارات الدولية وشبكة النقل
النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير زمن وسلاسل التنقل ما بين تلك المنشآت، بما يعظم من قدرات مصر لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمي. وفي ذات السياق، تم استعراض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع السيد الرئيس على سير العمل في مختلف مكونات المدينة والتي تعد صرحا رياضيا ضخما والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصة مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور. كما تم عرض الهيكل التنظيمي والإداري المقترح للمدينة والمخطط الخاص بكيفية إدارتها وتشغيلها بالشراكة مع الخبرة العالمية الأجنبية في مجال إدارة المدن الأولمبية بكافة جوانبها، مع ضمان تسيير العمليات التشغيلية والخدمية على أعلى مستوى بما يتفق ويليق بحجم المدينة وتجهيزاتها الحديثة. وقد وجه السيد الرئيس بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وثقافي شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بوجه عام من استادات وصالات رياضية وملاعب تدريبية متنوعة وما يتعلق بها من خدمات فنية ولوجستية، مع التطوير للبنية التحتية والفندقية بجميع مكوناتها على مستوى الدولة، بما يعكس القدرة الواقعية الحالية لمصر على استضافة كبريات البطولات والفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية. كذلك يساهم في الترويج الثقافي والحضاري والسياحي لمصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لجذب رؤوس الأموال العالمية ولتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات على النحو الذي يعزز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها وجهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. وأشار عبد الوهاب إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج كل من الاجتماعات التي عقدها مع سفير دولة المكسيك بالقاهرة واجتماعات اللجنة المصرية اليابانية لترويج الاستثمار. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وشهد الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق تمت الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس السيسي من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا. كما تطرق الاجتماع إلى موقف المخزون السلعي الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد للسلع الاستراتيجية والمواد البترولية. كما تطرق الاجتماع إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باعتبار السياحة رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التقدير للتعاون القائم والمستمر بين مصر والولايات المتحدة في مجال تغير المناخ. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري، حيث تناول الاتصال أوجه التعاون والتنسيق الجاري بين القاهرة وواشنطن في مجال تغير المناخ، فضلا عن متابعة نتائج لقائهما الأخير بمدينة برلين الشهر الماضي على هامش حوار بيترسبرغ للمناخ. كما أعرب
عن شكره للتطلع لمشاركة أمريكية رفيعة المستوى خلال فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي تستضيفها وتترأسها مصر بشرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي وفي إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحرية المشتركة والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات. ويسهم التدريب أيضا في تبادل الخبرات المشتركة مع القوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. يستعد فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي وفريق النجوم الفضية وطائرات الهلغازل المصرية لتنفيذ العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022، وذلك فوق سفح الأهرامات غدا. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022، عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهليغازل المصري. ينفذ في 3 أغسطس 2022. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022، علاقات وطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت الوزارة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 92 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طن، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 71 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية، من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و 177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح فتم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت 117 طن أقماح. استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من جامعة بيبردين الأمريكية اطلعوا خلالها على مرافقها ومنشآتها وكياناتها التعليمية المختلفة وعلى دورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. من جهتهم أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من منظومة تدريبية وتعليمية أمنية متميزة. في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها الرائد في إعداد الكوادر الأمنية، استقبلت الأكاديمية وفداً من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بيبردين الأمريكية خلال تواجدهم بالبلاد في رحلة سياحية للتعرف على النظام الدراسي بالأكاديمية وقدراتها العلمية والبحثية والتدريبية وفي المقدمة منها حقوق الإنسان.
جولة تفقدية لكيانات أكاديمية قام بها الوفد شملت مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا على إمكاناته اللوجستية ودور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية ودول الكومنولث. To my knowledge and understanding, it's very successful and powerful academy. I'm particularly impressed by the intersection of practice and scholarship and theory, which it seems like here at the Police Academy are all integrated to just create the best training programs and the best vision for the future. وتوجه الوفد إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية، وقد شاهدوا عرضاً يتضمن جهود الكلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين أوساط الضباط الراغبين في استكمال دراستهم العليا. The way human rights, individual rights are part of the curriculum is totally praiseworthy. They especially appreciate the emphasis on human rights. It's wonderful to see the emphasis on human rights with citizens that's taking place here in Egypt. انتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. I am grateful to learn about the Police Academy's efforts in international cooperation, from their humanitarian efforts to their partnerships with the various African nations as well as the Commonwealth nation. The Police Academy here in Egypt is absolutely exemplary about what can be done in a country with law enforcement. الزيارة شملت كلية الشرطة، تعرف خلالها الوفد على دورها في إعداد خريج شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة في إطار من الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وحقوق الإنسان. It's been really impressive to see the organization and what the whole police program is doing here. I would like to thank the amazing hospitality and graciousness by the Egyptians in this country. واستكمل الوفد زيارته للأكاديمية بمشاهدة بعض التدريبات الخاصة بطلبة كلية الشرطة والبرامج التدريبية المتنوعة داخل الميادين التدريبية المتطورة بالأكاديمية والتي تحاكي البيئات الطبيعية عند تنفيذ المهام. To provide the experience to broaden my perspective, expand my viewpoint, and see the way different cultures and collaborations foster together. So in my position as enrollment officer, I think it is key to see the partnerships that are going on, and so I've had the opportunity to see that today. شملت الجولة مشاهدة لعروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. Well, I could go on and on and on. Today was absolutely magnificent. I don't know which experience was the best. All of it was intriguing. All of it was done in a spirit of excellence. جهود أكاديمية الشرطة في سبيل إعداد كوادر أمنية مؤهلة لأداء الرسالة الأمنية مستقبلاً يراها العالم من خلال إتاحة الفرصة للمجتمعين المحلي والدولي ليشاهدوا إمكاناتها المتطورة في هذا المجال. هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قالت وزارة الدفاع الصينية إن الجيش الصيني وضع في حالة تأهب قصوى ستبدأ فيها عمليات عسكرية محددة الهدف، ردا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان. من ناحية أخرى قالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني
إنها ستجري عمليات عسكرية مشتركة بالقرب من تايوان اعتبارا من الليلة. وأضافت القيادة الشرقية أن التدريبات ستشمل مناورات جوية وبحرية مشتركة إلى الشمال والجنوب والغرب والجنوب الشرقي من تايوان، وإطلاق ذخيرة حية بعيدة المدى في مضيقي تايوان، وإضافة إلى تجارب على إطلاق صواريخ في البحر إلى الشرق من تايوان. أعلنت الصين حظر دخول أي سفن أثناء تدريبات عسكرية تجريها في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتجرى التدريبات خلال الفترة من الثاني إلى السادس من الشهر الحالي. يأتي قرار الحظر ضمن تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية دخول 21 طائرة عسكرية صينية لمناطق دفاع جوي لتايوان، وأضافت الدفاعات التايوانية أن المقاتلات الصينية وصلت إلى بعض أجزاء البر الرئيسي لتايوان، كما أشارت إلى أن الصين تحاول تهديد المدن والموانئ الرئيسية في تايوان عبر مناوراتها، وكذلك تهدف ترويع المواطنين في تايوان. كانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت أيضا أنها واثقة في أن بإمكانها حماية البلاد من تهديدات الصين المتزايدة على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. وأشارت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها إلى أنها تقوم بالإعداد بعناية تامة لمخططات عدة، وستقوم بنشر القوات المناسبة للرد على التهديدات التي تشكلها الصين. أكد البيت الأبيض أن تهديدات الصين لن تخيف واشنطن، وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي على أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين. وأفاد كيربي بأنه لا يوجد انتهاك لأي من قضايا السيادة أو سياسة الصين الواحدة، مشيرا إلى أن التزام واشنطن بسياسة الصين الواحدة وعدم دعم استقلال تايوان، مضيفا أنهم ملتزمون بدعم تأييدي للدفاع عن نفسها. وعقب وصولها إلى تايوان، شددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في تغريدة لها على تويتر على أن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب تايوان يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأشارت بيلوسي إلى أن مناقشاتها مع القيادة التايوانية ستركز على إعادة تأكيد دعم واشنطن لتايوان ولتعزيز المصالح المشتركة، مؤكدة أن واشنطن تعتبر تايوان شريكا مهما بمنطقة المحيطين الهادئ والهندي. أكدت الأمم المتحدة التزامها بمبدأ صين واحدة، وذلك في تعقيب على تداعيات زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. من جانبه، أكد رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي لشؤون الشباب أن واشنطن تستفز الصين للدخول في صراع معها، وأصف ذلك بإشعال حرب، واصفا ذلك بإشعال حرب عالمية ثالثة. كانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وصلت إلى تايوان ضمن جولتها الأسيوية. تأتي زيارة بيلوسي على الرغم من التحذيرات الصينية من الزيارات الرسمية الأمريكية إلى تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين امتدادا للأراضي الصينية. وتعهدت بيلوسي فور وصولها لمطار العاصمة تايبيه باستمرار دعم بلادها لتايوان أكثر من أي وقت مضى. (تصفيق)
وفي تعقيب لها على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، أدانت الخارجية الصينية ما اعتبرته خيانة أمريكية متعمدة لمبدأ الصين الواحدة. وأضافت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، كما شددت على أن بكين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان، محذرة من تداعيات هذه الأحداث على الولايات المتحدة. 根据计划，安理会八月呢将审议也门、叙利亚。 نشرت البحرية الأمريكية 4 سفن حربية من بينها حاملة طائرات في المياه شرق جزيرة تايوان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالبحرية الأمريكية قوله إن عمليات انتشار السفن اعتيادية، مشددا على قدرة البحرية الأمريكية على التعامل مع أي احتمال. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات رونالد ريغان عبرت بحر الصين الجنوبي. حذر الكرملين الولايات المتحدة من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ستضعها في مسار تصادمي مع الصين وتثير التوترات في المنطقة. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الإدارة الأمريكية ترغب في ممارسة ضغوط إضافية على بكين. أعلنت الصين حظر الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية في تحذير للجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، قبل زيارة محتملة تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية أنه من بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج ما يقرب من 2066 شركة في لائحة لتعليق الاستيراد، مضيفة أنه من بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز تم إدراج ما يقرب من 35 شركة ضمن تعليق الاستيراد. We'll be right back.
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال إنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لراجمات الصواريخ المتطورة هيمارس، بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا. قال متحدث عسكري أوكراني، قال إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في إقليم خيرسون بجنوب البلاد، في حين تنفي روسيا استهداف مدنيين. وأوضح المتحدث أن مصرع هؤلاء الأشخاص جاء عندما أطلقت القوات الروسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل نازحين في إقليم خيرسون بجنوب البلاد. وأعلن المتحدث العسكري الأوكراني أن الحافلة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية هناك. أعلنت روسيا شن ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكيولايف بجنوب البلاد وفي شرقها في خاركييف. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها دمرت 7 مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وفي جنوبها بما يشمل منطقة زاباروجيا. في المقابل قالت أوكرانيا إن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولد عليها، وذلك في وقت كثفت فيه كييف من تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب. أعلنت روسيا أنها قدمت إلى الأمم المتحدة معلومات حول استخدام الجيش الأوكراني لألغام ليبستوك المحظورة دوليا. وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن موسكو بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي بمعلومات إضافية حول قيام أوكرانيا بتفخيخ منشآت مدنية في دونباس بألغام تسمى ليبستوك، مضيفا أنه تم تقديم أدلة تثبت ذلك. وتقول روسيا إن أوكرانيا صادقت على عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزاماتها الدولية. أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية وجود 17 سفينة محملة بالحبوب جاهزة من الناحية الفنية لمغادرة الموانئ الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفن بموانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع، من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ نحو 580 ألف طن. وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة، في حين نفت موسكو عن مسؤوليتها عن تلك الأزمة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد عدد من الشركات الروسية. وأشارت مصادر أمريكية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذت سلسلة من الإجراءات التي تستهدف النخب الروسية، بما في ذلك العديد من
من كثيرين من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن الحزمة الجديدة من العقوبات استهدفت شركات كبرى لإنتاج الصلب واثنتين من الشركات التابعة لها، وكذلك مؤسسة مالية متهمة بإدارة عملية تهرب من العقوبات علاوة على مديرها العام. قال وزراء خارجية دول مجموعة السبعة إن المجموعة تقوم بدراسة جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا أنهم يقومون بدراسة فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تمكن من نقل النفط الخام الروسي بحرا والمنتجات البترولية على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل منه. وتسارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية وسط مواجهة مع روسيا بعد الأزمة الأوكرانية. أعلنت مجموعة ألمانية متخصصة بإحصاءات الصناعة أن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط إلى 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2022. وأرجعت المجموعة خفض الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2022 إلى 1.2% من 2.1% في إبريل الماضي. أبلغ الكرملين الولايات المتحدة الأمريكية بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار الكرملين إلى أنه إذا انتهت صلاحيته للمعاهدة في 2026 دون استبدالها فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي. وتلزم معاهدة نيو ستارت المبرمة عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية. كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وعلى قاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري يوم السبت الماضي بغارة أمريكية. وقال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي إن الظواهري كان زعيما للقاعدة ومساعد أسامة بن لادن، وهو متورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر وقتل قرابة 3000 شخص، وخطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية. التاسعة مستمرة مع حضراتكم نتابع فيها. رئيس الوزراء العراقي يدعو لحقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة الحوار. دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى حقن الدماء وجمع القوى السياسية على طاولة للحوار الحقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل منذ عامين
في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تتوجه إليه. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي عقب جلسة للمجلس إن الحكومة تعمل على حماية المواطنين والمؤسسات ولا تنجر إلى العنف على الإطلاق، وهي على استعداد تام لدعم الحوار الحقيقي والوقوف مع أبناء الشعب في هذه الأيام العصيبة. المبادرة التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي هي نداء حقيقي للحوار للقوى السياسية المتصارعة هذه الأيام بطريقة لم نعهدها من قبل، خاصة في ظل هذه الحكومة. الحكومة هذه تعمل منذ أكثر من سنتين في فلسفة خاصة لا تحب العنف ولا تريده ولا تتوجه إليه. السيد رئيس مجلس الوزراء في مجمل إدارته للدولة إنما يدعو إلى حقن الدماء وإلى الحوار وإلى جمع القوى السياسية في هذا الصراع السياسي وفي هذه الأزمة، أن يجلسوا إلى طاولة الحوار وأن يجدوا الحلول المناسبة لواقعنا السياسي. من جهته جدد رئيس إقليم كردستان العراق نايجرفان بارزاني دعوته لحوار شامل في أربيل، وأعرب بارزاني عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بين الأطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معا للوصول بالوطن إلى بر الأمان. وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق أن بغداد بحاجة إلى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذ البلاد. رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخيرة، معلنا عن تلقي 3 طعون شكلية. وأوضح بوعسكر خلال مؤتمر صحفي أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت ولن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء التي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام. وأضاف أن عددا من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر في الطعون أو في طعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأن الطعون شكلية، مؤكدا أن النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقا سليمة وصحيحة. رحبت الحكومة اليمنية بإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ لتمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقا للبنود السابقة حتى 2 أكتوبر 2022. وأشارت الحكومة اليمنية إلى أن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزيف الدماء اليمني ولتسهيل حركة المدنيين وحركة السلع والخدمات الإنسانية والتجارية في كل أرجاء اليمن. وأكدت الحكومة اليمنية دعمها الجاد لكافة جهود الأمم المتحدة ولمبعوثها الخاص على طريق تحقيق السلام الشامل والعادل. كان مبعوث الأمم المتحدة قد أكد أن الأطراف المتنازعة في اليمن وافقت على تمديد هدنة مدتها شهران رغم الضغوط الدولية من أجل اتفاق موسع يمكنه الاستفادة من أطول فترة هدوء نسبي حوالي 7 سنوات. أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي أنه جرى الانتهاء من إجراء 9454 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية يوليو لعام 2022. وأضاف وكيل الوزارة إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وبتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار. توجه المواطن فايز فاروق حلمي بالشكر إلى الرئيس السيسي بعد الاستجابة لعلاجه من مرض في القلب. يذكر أن المواطن كان يعاني من مرض عضال في القلب منذ سنوات وبحاجة إلى إجراء طبي عاجل. سمحت من الناس وإن أنا أعمل التماس لسعادة الرئيس، وعملت التماس لسيادة الرئيس عن طريق قناة، وطبعا كان عندي ثقه في ربنا وان ان ان الرئيس هيستجيب للموضوع ده، لان دي مش غريبه عليه ان هو اب لكل المصريين،
واللي كنت بشوفه فعلا من معاملته مع أهل الشهداء وطيبة القلب بتاعته بالبلد كده، كان عندي الثقة ان هو هيستجيب ليا، والأمل بتاع ربنا برضو ان كان ربنا عندي اداني القناعة باللي ربنا يجيب. والآن مشاهدينا الكرام نتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في التاسعة مع دينا الشرف. إليك دينا. شكرا لك أميرة، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي سجلت أرقاماً قياسية جديدة، محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة وأعلى حمولة صافية شهرية وقدرها 125.1 مليون طن، مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 مليون دولار. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة، وبنسبة زيادة قدرها 25.9%. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً بعنوان قطاع الطاقة يستعد لتغييرات جذرية تزامناً مع تغير المناخ السياسي والتحالفات الدولية. وسلط التقرير الضوء على توقعات المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم خطر حدوث أزمة طاقة، كما يستعرض التقرير توقعات العالمية بعودة الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في ظل احتدام الأزمة الحالية. وأشار التقرير إلى نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية، حيث بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز 341 مليار دولار فقط في عام 2021، أي أقل بنسبة 23% من مستوى ما قبل كورونا البالغ 525 مليار دولار، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة في عام 2014 البالغة 700 مليار دولار. وفقاً لمؤسسة الطاقة الدولية. عقدت اللجنة المصرية اليابانية اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بهدف الترويج للاستثمار. وخلال الاجتماع أكد رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تكثف جهودها لجذب الاستثمارات اليابانية، وذلك لما لها من قيمة مضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري. وأشار عبد الوهاب إلى أن الهيئة نجحت في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين الجدد إلى مصر، كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 4.9 مليار جنيه لأغلق عند مستوى 635 مليار و750 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند 9423 نقطة مرتفعا بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 9442 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان عند 1837 نقطة مرتفعا بنسبة 83%، ليغلق عند مستوى 1852 نقطة. كما فتح مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان عند 2699 نقطة مرتفعا بنسبة 97%، ليغلق عند مستوى 2725 نقطة.
تتوقع أوبك بلس أن تقل الإمدادات قليلاً بسوق النفط هذا العام عما كان متوقعاً في السابق، وذلك قبل يوم من اجتماع من المقرر أن تتخذ فيه المجموعة المنتجة للنفط قرارات بشأن سياستها الإنتاجية للشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من وفود أوبك بلس قولهم إن البيانات الجديدة أظهرت أن اللجنة الفنية المشتركة التابعة للمجموعة التي اجتمعت اليوم خفضت توقعاتها لفائض سوق النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى 800 ألف برميل يومياً. هذا وتجتمع اللجنة الفنية قبل اجتماع وزاري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا المعروفة بأوبك بلس، وذلك غداً الأربعاء. ختام أخبار اقتصاد وعودة مرة أخرى إلى أميرة ونهى، إليكما. شكرا لك دينا. قدرت شركة تأمين سويسرية خسائر العالم الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 72 مليار دولار. وقالت الشركة إن أثار تغير المناخ تتمثل في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب إفريقيا. وننتقل إلى آخر أخبار الرياضة من نشرة التاسعة. إلى دينا شرف نتحول، إليك دينا تفضلي. شكرا لك نوع، شكرا لك يا أميرة، والآن موعدنا مع أخبار الرياضة. اختتم المنتخب الوطني للشباب استعداداته لمواجهة نظيره الجزائري غدا في دور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في السعودية. وخلال مؤتمر صحفي أكد المدير الفني لمنتخب الشباب محمود جابر أن مواجهة الجزائر ستكون قوية في ظل رغبة الطرفين في تحقيق الفوز، لكنها في النهاية منافسة شريفة بين اسمين كبيرين في عالم كرة القدم العربية والإفريقية، مضيفا أن هدف الفراعنة هو التأهل للمباراة النهائية. فاز فيوتشر على مضيف المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة 28 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 25 نقطة في المركز 17. وفي البطولة نفسها يستضيف الأهلي غدا نادي فاركو على ملعب الأهلي والسلام، ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الثامن برصيد 35 نقطة. أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع المهاجم البرتغالي دييغو جوتا. وسجل جوتا للموسم الماضي 21 هدفا في جميع المسابقات، حيث ساهم في تتويج ليفربول بكأس كاراباو وكأس الاتحاد الإنجليزي. ختام أخبار رياضة وعودة مرة أخرى إلى أميرة ونهى، إليكما. شكرا جزيلا لك دينا. على مدى أكثر من 60 عاما يواصل السوري محمود ياسين صناعة السكاكين في متجره بمدينة دمشق القديمة، وهي المهنة التي يعشقها ويأمل أن يورثها لابنه. يواجه العجوز السوري العديد من الصعوبات خلال عمله تتعلق بنقص الكهرباء والفحم، بالإضافة لتقدمه في العمر وعدم قدرته على إنتاج نفس عدد السكاكين الذي اعتاد عليه.
في ورشة صغيرة بمدينة دمشق القديمة. وعلى مدار 6 عقود ظل السوري محمود ياسين يمارس مهنة صناعة السكاكين التي عاشقها منذ نعومة أظافره باستخدام فرن صغير يعمل بالفحم. يقوم ياسين بتسخين المعدن ويشكله بالطرق عليه بين مطرقة وسندان لصنع السكاكين التي يتم استخدامها على نطاق واسع في البلاد. في فترة شبابه كان العجوز السوري صاحب 76 عاما يصنع من 20 إلى 30 سكينا في اليوم، لكن بعد أن كبر عمره ووهنت قوته أصبح يصنع 2 أو 3 سكينات فقط في اليوم بمساعدة ابنه. ويواجه صانع السكاكين صعوبات بالغة، منها نقص الكهرباء والفحم الأساسيان لهذه المهنة. والله بالشغل هلال احنا الصعوبات تبعنا الكهرباء والفحم، يعني الكهرباء لا أحسن من أول، والفحم فحم ما في، يعني عم نعاني من الفحم. وتتفاوت أسعار السكاكين من 15,000 ليرة أي حوالي 4 دولارات وحتى 100,000 ليرة أي ما يعادل نحو 25 دولارا. ياسين الذي يعمل في المهنة منذ أن كان في 12 من عمره فرح فرحة كبيرة عندما طلب ابنه الانضمام له في الورشة، وهو يأمل في أن يكمل ابنه مسيرته ويحافظ على ما بدأه قبل عشرات السنوات. نتحول إلى الأحوال الجوية والطقس الآن. عودة مرة أخيرة إليك دينا. شكرا لك يا أميرة، شكرا لك نوها. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، ومائل الحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، ونبدأها من القاهرة والعظمى 35 والصغرى 25، الإسكندرية 32-25، مطروح 31-24، بورسعيد 33-25، الإسماعيلية 36-24، السويس 35-24، العريش 33-24، طابة 36-27، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 38-29، الأقصر 42-26، أسوان 42-28، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 38-27، وأخيرا حلايب 34-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أبرز لقطة في اليوم. Thank you.
نهاية نشرتنا إلى عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى. مدبولي يبحث مع اللجنة الوزارية الاقتصادية موقف المخزون الآمن من السلع الاستراتيجية. بسبب زيارة بيلوسي، الصين تبدأ عمليات عسكرية محددة الهدف في تايوان. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع يوسف الحسيني. إليك يوسف. ازيك يا أمير، ازيك يا نوح، عاملين ايه؟ أهلا بيك يا يوسف. كله تمام الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. استأذنكم نبدأ فقراتنا. اتفضل. شكرا.